اهلا وسهلا بكل حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى هعمل لكم فطيره من كوبايتين دقيق بس، بجد تحفه جدا، هتنفع للعشاء وهتنفع كمان للغدا. وجبه سهله وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص، وبجد طعمها حلو قوي. يلا هنقول بسم الله ونشوف اتعملت ازاي. اول حاجه هحط كوبايتين دقيق وعليهم كده نص باكو من الخميره، وهحط معلقة كبيرة من السكر، وهحط على الدقيق رشة ملح بتاعت كل المعجنات، وهضيف هنا بقى نص كوباية من اللبن. أنا اللبن بالقشطة بتاعته، فوضت هنا معلقتين من اللبن لغاية بس ما اشوف الدقيق هيحتاج تاني ولا لأ. هعجنه بقى كويس جدا لغاية ما العجينة تلم معايا. طبعا هي هتحتاج معلقتين اللبن، يبقى كده بالظبط نص كوباية من اللبن، وهضيف لها كمان ربع كوباية من المية السخنة. يبقى هي خدت معايا بالظبط كوباية الا ربع سوية، بدأت تلم معايا اهي. كده هي جاهزة معايا، هنزل بقى عليها بمعلقتين كبار من الزيت. بص شكلها كده، هي جاهزة معايا، عجينة تحفة جدا. هسيبها بقى تخمر في مكان دافي وده شكلها بعد ما خمرت. بص شكلها، هجيبها بقى عشان اشكلها. وهقسمها كده نصين، هعمل النص الاولاني وهفرده كده. بجد فطيرة سهلة وسريعة جدا، مش هتاخد منك وقت خالص، وفي اقل من 10 دقايق هتكوني عاملاها. تبس سيبيها في مكان دافي تخمر ومش هتاخد معاكي وقت خالص، يعني الوقت اللي هتاخده وقت التخمير بس. هجيب بقى الصينيه اللي هدخلها الفرن كده واحط فيها ورق زبده، ولو مش عندك استغنى عن الخطوه دي وحطيها في الصينيه على طول. افردها كده كويس جدا، وكده الجزء الاول جاهز معايا. انا هنا بقى كان عندي لحمه مفرومه عصقتها وعملتها عصق لحمه عادي خالص، ممكن طبعا تحشيها خضار مشكل وممكن جبن، يعني اللي عندك اعملي بيه واللي متوفر عندك. هفردها بقى كويس جدا، وبعدين هنا الجزء التاني من العجينه برضو هفردها كده علشان تبقى الطبقه التانيه اللي هحطها على اللحمة المفرومة. هفردها بقى عليها براحة خالص، وهقفلها كده من الجناب علشان ما تفتحش وهي في الفرن.
بعد ما فردتها بقى كويس جدا هجيب كده شوكة علشان انا مش عايزاها ترتفع، وهعمل فيها فتحات كده، وهدهن بقى وشها باللبن. ممكن طبعا تدهنيه فار بيضة مع لبن براحتك خالص، انا هدهنها بلبن بس. هدهنها بقى كويس جدا وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. الفرن طبعا انا مشغلاه في المرحلة دي، بعد ما دهنتها كويس جدا بقى هدخلها الفرن، هتاخد بالظبط من تلت ساعة لنص ساعة مش اكتر من كده. بعد ما خرجتها من الفرن بقى بص شكلها، ممكن طبعا تكتفي بيها كده، انا بقى حبيت اضيف جبنة موتزاريلا على وشها، وهدخلها بقى تحت الشواية. بعد ما سبتها بقى دقيقتين تحت الشواية تاخد بس لون حلو والجبنة تسيح، ده شكلها بجد طالعة تحفة جدا. فطيرة سهلة وسريعة وطعمها بجد تحفة قوي. أتمنى بقى تجربوها وتشتركوا في قناتي سمر حجاج وتحطوا لايك، لأن الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم، واشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.